السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم بقى على شوية أسئلة على التوبكس اللي احنا قلناها في بارت 2 من الشيت. اوكي، اول حاجة بيقول عندنا توكن باكيت سكيم بنستخدمها. التوكن باكيت دي بنستخدمها عشان ايه؟ قلنا علشان الترافيك شيبينج، ان احنا بنحط ديتا بريت معين في التوبك، في التوكن قصدي، تمام، بنحط ديتا بريت معين في التوكن في الباكيت دي، وبعد كده بنسحب منها ايه شوية توكنز وهكذا. جميل. فبيقول new token is put في الباكت دي كل 5 مايكرو سكند. يبقى هو كده بيدلنا لمحة عن الريت الار، تمام. و each token is good ان هو احنا هنستخدمه في 1 باكت بس. جميل. يعني احنا مش هنستخدم التوكن غير في باكت واحدة، ومدينا السايز بتاع الباكت، فعايز الماكسيمم سستينابل داتا ريت. ايه الماكسيمم داتا ريت اللي احنا نقدر نستخدمه علشان يبقى احنا كده ايه بنسحب التوكنز دي؟ طيب هنيجي نبص كده، احنا عندنا دلوقتي بنحط التوكنز بريت ار، وعندنا ماكسيمم كاباسيتي بي، وبنسحب منها توكنز. طيب فالتوكن الريت هيبقى 1/5 مايكرو، اللي هو 200,000 توكن في الثانية الواحدة. طيب الباكت سايز قد ايه؟ 48 بايتس، اللي هو 384 بيتس. يبقى الماكسيمم ريت اللي انا اقدر اسحبه ايه؟ هيبقى ار في اس، هو كميه الباكتس او السايز الموجوده مضروبه فيه، مضروبه في ايه؟ في الريت اللي انا بحط بيه، اللي هو ار في اس، اللي هو هيبقى 76.8 ميجا بيتس بير سكند. اوكي كده انا سحبت التوكنز اللي انا عايزها. ده كده اول سؤال. طيب تاني سؤال بيقول انا عندي كمبيوتر شغال على نتورك، دي السبيد بتاعتها دي اللي هي ام. جميل. احنا عارفين كنا شفنا ان في قانون بيقول ايه؟ بيقول ان البي زائد ايه ار اس بيساوي ام اس. الاس دي هي البرست تايم، الوقت اللي انا بحط فيه توكنز او اسحب منه توكنز او الكلام ده، الوقت اللي انا ببروسس فيه يعني، تمام. الام ده هو الماكسيمم ريت اللي انا اقدر اسحب بيه، الار الارايفل ريت اللي انا بحط بيه، تمام، والبي هي الكباسيتي بتاعه الباكت بتاعي. جميل جدا. فهو مديني الام اللي هي 6 ميجا بيتس بير سكند. جميل. وبعد كده قال ان الريت اللي انا بفيل بيه هو 1 ميجا بيت بير سكند، ده اللي هو ايه؟ اللي هو ار. بعد كده قال ان انيشالي انا عندي 8 ميجا بيتس موجودين، دي اللي هي الكباسيتي. جميل. فبيقول انا اقدر قد ايه الكمبيوتر بتاعي ترانسميت بالفول سبيد دي. احنا كنا متفقين ان احنا بنترانسميت بالفول سبيد لفتره معينه، بالفول ريت لفتره معينه، لحد ما نبقى خلاص الباكت بتاعتنا بدات ايه تتملي، البفر خلاص ما فيهاش مكان، فبالتالي بنبدا ايه نهدي شويه علشان نقدر نبروسس تاني وهكذا. فنيجي نبص هنا، هنيجي نبص هنلاقي ان احنا عندنا دي البروسس تايم اس، انا الار فيها 1 ميجا بيتس بير سكند، والام 6 ميجا. طيب من القانون اللي احنا كنا قلناه اللي هو بي زائد ار اس ايكوال ام اس، هنقدر نستنتج ايه؟ نقدر نستنتج ان بي هتساوي ام اس ناقص ار اس، اللي هي ام ناقص ار في اس. احنا عايزين نحسب الاس دي، هنعمل ايه؟ هتبقى بي على ام ناقص ار. هو كان مدينا البي اللي هي الكاباسيتي 8 ميجا بيتس، والام ب 6 ميجا بيتس بير سكند، والار ب 1 ميجا بيتس بير سكند. خلاص هيبقى 8 على 5 اللي هي 1.6 سكند. يبقى احنا كده قدرنا نجيب التايم اللي انا كيوزر او ككمبيوتر بالسبيسيفيكيشنز دي اقدر اعمل ايه؟ اترانسميت بالماكسيمم سبيد بتاعتي. جميل جدا. تالت سؤال بيتكلم بقى عن ايه؟ عن ال RSVP اللي احنا كنا بنتكلم فيه، على ايه؟ على ان انا هحجز ازاي والكلام ده، تمام. ده كان integrated service. احنا عندنا 3 users receivers و2 senders، وده كده شكل النتورك، تمام. قال ان انا 3 عايز يسحب، هيسحب ايه؟ عايز يالوكيت قد ايه؟ عايز يالوكيت 2 ميجا بيتس بير سكند، تمام، فلو من هوست 1، و1 ميجا بيتس بير سكند فلو من هوست 2.
فهو لما يجي يالوكيت هيالوكيت ازاي؟ احنا كنا شفنا ان احنا بنالوكيت ازاي كده، تمام كده. وبعد كده لو انا من سندر 1 هعمل كده، من سندر 2 هعمل كده، جميل جدا. يبقى انا عايز الوكيت 2 و1 2، دي معناها من هوست 1 وواحد من هوست 2، جميل. يبقى عند راوتر جي هو بيقول لنا في المسألة يعني عايز يعرف عند كل راوتر انا هبقى الوكيت باند ويث قد ايه. فنيجي نحسبها خطوة بخطوة. هنا عند جي انا هالوكيت مرة 2 ومرة 1، فكده ايه توتال كام؟ 3. بعد كده اتش هيبقى 3 برضو، اي 3، لحد ما نوصل عند الاي هنبقى هنا 2 وعند السي 1. كده احنا حسبنا 3 عايز يالوكيت كام على طول ايه الباث بتاعه، جميل جدا. بعد كده قال لنا ان 4 عايز يالوكيت كام؟ عايز يالوكيت 2 ميجا بيتس بير سكند من هوست 1، و5 عايز يالوكيت 1 ميجا بيتس بير سكند من هوست 2، جميل جدا. فهنيجي بنفس النظام برضو، هنجيب كده اهو 4 عايز يالوكيت منين؟ من هوست 1. فهيمشي كده، يمشي هنا جنب ده، وبعد كده يروح كده. 4 عايز يالوكيت كام؟ عايز يالوكيت 2، تمام. الاتنين من هوست 1 وزيرو من هوست 2، تمام. فهنا هيبقى عندي 2، وهنا هيبقى عندي 1 زائد 3 ب4، جميل. وهنا عندي 3 زائد 2، سوري معلش، انا عندي 3 زائد 2 فهيبقوا 5، وهنا 3 زائد 2 برضو هيبقوا 5، وبعد كده هنا 2 زائد 2 هيبقى 4، عظيم جدا. طيب نيجي بعد كده نبص لهوست 5، عايز يالوكيت 1 و0، عايز يالوكيت 0 و1، سوري 0 من هوست 1 و1 من هوست 2، جميل. فانا همشي ازاي؟ همشي الاول كده، تمام، وبعد كده همشي كده، وبعد كده همشي كده. فانا هالوكيت هنا 1، عظيم. بعد كده هالوكيت كام؟ 1 مع 5 6، 1 مع 5 6، 1 مع 1 2، عظيم جدا. يبقى انا كده عرفت كل يوزر هيالوكيت قد ايه على ايه، على طول الباث بتاعي. فهو كان قايل يا عم احسب لي شويه راوترز عندهم الباندويتس المحجوز قد ايه. فالراوترز دي كان عندنا عايز يشوف مين؟ كان عايز يشوف ال A وال B وال C وال E وال H وال J وال K وال L. طيب هنيجي نبص عند ال A 4، عند ال B 0 لان مفيش اي حاجة متوصلة بيها، عند ال C 2، تمام، ال E 6، ال H 6، ال J 3، ال K 2، وال L 1. يبقى احنا كده جبنا له الباندويتسز المحجوزة عند كل راوتر. كده كلام جميل جدا، وقدرنا نفهم الكونسبت بتاع ان احنا كل تشانل بناخد منها جزء او بنالوكيت منها جزء على حسب الريسيفر عايز يالوكيت من انهي ايه، من انهي سندر، عظيم. وكده الرسمة دي كده بتوضح لنا الشورتست باث عن طريق السبانينج تري اللي هو كان حسبها السندر، هو قعد كده مع نفسه حسبها بالار اس في، وبعد كده قال هو ده يا عم السبانينج تري بتاع التو سندرز، عايز تالوكيت حاجه لازم تمشي في الباثز دي بس. فاحنا مشينا في الباثز دي وقدرنا نجيب المينيمم ايه، المينيمم الوكيشن سايز او يعني المينيمم ديستانس اللي توصلنا لكل سندر، وبناء عليها حسبنا الباندويتس الالوكيتد عند كل راوتر، عظيم جدا. بعد كده السؤال رقم 15، رقم 15 بيقول ايه؟ بيقول لو اليوزر عندي بيستخدم differentiated service، تمام، بيستخدم فيها ال accepted forwarding، طيب هل في جارانتي ان ال accepted packets تبقى عندها shortest delay من ال regular packets؟ هل دايما انا قايل ومتأكد ان انا ال shorter delay عندي هيبقى في ال accepted؟ ده مش كلام صح. ليه؟ لو جينا نبص هنا، هنا 5.15، هنلاقي ان هو كان الاكسبتد كان
بيبقى فيه شوية باكتس كده اهو. هو بيقول ان الباكتس دي هتتبعت معزولة عن الريجولر، ده كان ريجولر وده كان اكسبتد. طيب لو كان الباكتس الاكسبتد دي كتير قوي، فكده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ديلي. فالاجابه لا، مش شرط ان انا بجرانتي ان دايما الاكسبتد تبقى اقل ديلي. ممكن لو الاكسبتد كتير جدا والريجولر هما اللي قليلين، فهنا تعاني من ديلي. تمام، جميل جدا. بعد كده سؤال 16، ده سؤال رياضه برضو. كان بيقول ايه؟ بيقول راوتر شغال اي بي باكيتس، بيبعت اي بي باكيتس، تمام، اللينس بتاع الواحد 1024 بايتس، تمام، وبيأسيوم ان الباكيتس بتعيش 10 ثواني بس. فايه الماكسيمم سبيد اللي الراوتر يقدر يبعت بيها من غير ايه ما يحصل له اللي هو كاتوف او حاجه زي كده، ان هو ان انا ابقى عارف ان ده هيتبعت، مش هيضيع في النص، مش هيتوه في النص. تمام، لو جينا نبص هنعرف، عارفين ان الاي بي داتا جرام السبيس بتاعي 16، ده الماسك بتاعي. احنا كنا قايلين الادرس بتاعنا 16 بيتس، فالسبيس بتاعي 2 باور 16. جميل، يبقى انا اقدر يبقى عندي كام باكت العدد ده؟ تمام، اللي هو 65535. طيب والتايم تو ليف 10 ثواني، والسايز 1024 بايتس يعني 8192 بيتس. طيب فيبقى التايم ان انا عشان ابعت باكت واحده هيبقى قد ايه؟ هو السايز بتاعها على الريت اللي انا ببعتها بيه. طيب السايز بتاعها كان كده، وانا عايز احسب الريت. جميل، التوتال تايم هيبقى ايه؟ هيبقى عدد الباكتس كلها مضروب في مين؟ مضروب في التايم للباكت الواحده عشان اقدر احسب الريت. طيب هو قال ان التوتال تايم بتاعي كان 10، اللي هو التوتال تايم تو ليف. جميل، فهيبقى 10 هتساوي التوتال باكتس اللي هو العدد ده مضروب فيه التايم فور ايه؟ باكت واحده بس. يبقى ده مضروب في ده اللي هو ده كان 2 باور 13، وده 2 باور 16 اللي هو اوفر اول 2 باور 29 على البي اللي هي الريت اللي انا ببعت بيه الباكتس، بيساوي 10 ثواني. يبقى من هنا اقدر احسب البي بس كده. الشيت خلص، شكرا جدا ليكم.